أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وإنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها. لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع ويتكافأ المبتدع والبديع. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في الأسطورة 11، أسطورة 11، الرؤيا الفتنة والشجرة الملعونة. كان الكلام في هذه الأسطورة من أسطورات توحيد التيمية الأسطوري. الكلام كان في أمور. أمر أول، قلنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا قول ولا إشارة ولا إمضاء على تقسيم السور إلى مكي ومدني. وأمر ثاني كان، قلنا المكي والمدني له اصطلاحات، فمرة ينظر إلى المكان إلى مكة وإلى المدينة، ومرة ينظر إلى الهجرة ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، ومرة ينظر إلى صيغة الخطاب لأهل مكة أو لأهل المدينة، أو ما جاء بصيغة خطاب يا أيها الناس أو يا بني آدم، أو ما جاء بخطاب يا أيها الذين آمنوا. والبعض يرجع هذا إلى المكي والمدني. إذن فالتقسيمات مختلفة، فما وصل إلينا من اصطلاحات من تقسيمات من تصنيف لمكي ومدني لا نعلم هل يرجع إلى المصطلح الأول ما نزل قبل الهجرة أو ما نزل بعد الهجرة، أو يرجع إلى المصطلح الثاني ما نزل بمكة أو ما نزل بالمدينة، أو يرجع إلى المصطلح الثالث ما وقع خطاب لأهل مكة أو ما وقع خطاب لأهل ما وقع خطابا لأهل المدينة، أو ما يرجع إلى الرابع، والرابع أيضا ممكن أن يرجع إلى الثالث، أي ما وقع بخطاب يا أيها الناس أو يا بني آدم في مقابل يا أيها الذين آمنوا. وكل قسم من الأقسام، كل مصطلح من المصطلحات عليه إشكال، فيه مشكلة، فيه نقاش، فيه أو عليه نقض، إما ليس بجامع أو ليس بمانع أو ليس بجامع ولا مانع. فلا هذا التعريف تام ولا هذا التعريف تام ولا هذا التعريف تام ولا هذا التعريف تام، لا هذا التقسيم تام ولا هذا التقسيم تام ولا هذا التقسيم تام ولا هذا التقسيم تام ولا غير هذه التقسيمات تاما. إذن ولا نعرف من قال هذا مكي أو هذا مدني ممن حكى من العلماء من السابقين، هل اعتمد على المصطلح الأول على التقسيم الأول أو على المصطلح الثاني والتقسيم الثاني أو على الثالث أو على الرابع أو على غير هذه. وقلنا أين المشكلة تكمن؟ المشكلة ليس عندنا مشكلة، التقسيم هو يرجع إلى الجانب التنظيري والعلمي، لكن المشكلة لما تحكم التقسيم وهو غير ثابت عندك على أي صنف وعلى أي مصطلح وعلى أي نوع من التقسيمات، وتحكم هذا على النص، على السنة، على القرآن. الأمر الثالث قلنا وأشرنا فيه إلى خطورة التقسيم وحذرنا منه ومن استغلاله. والأمر الرابع قلنا ما عندنا أي خلاف بأنه في وجود سور قرآنية تشمل آيات مكية وآيات مدنية.
وأيضا قلنا قد ثبت عندنا وجود خلاف على آيات معينة قالوا فيها أنها مكية وقال البعض الآخر أنها مدنية. ومنها قلنا سورة الإسراء مورد البحث، سورة الإسراء مورد بحث الآية التي اختبسناها من سورة الإسراء، والآية هي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قلنا هذه وقع فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، وقلنا لما يراد بالشجرة الملعونة أو بالرؤيا الفتنة أئمة مارقة، طبعا المارقة سيسلكون كل طريق لدفع ما ثبت على أئمتهم، والمكي والمدني من أسهل الطرق للطعن في ما يقال وما ثبت في القرآن وفي السنة ومن القرآن ومن السنة. وذكرنا في أمر سادس، ذكرنا بعض ما ورد في تفسير هذه الآية، قلنا الكلام في الرؤيا الفتنة والكلام في الشجرة الملعونة، هذا له معنى وهذا له معنى، هذا له تفسير وهذا له تفسير، طرحت معاني كثيرة وتفسيرات كثيرة. ومن التفسيرات قلنا الرؤيا، الرؤيا الفتنة هي رؤيا منام، وذكرنا الرواية قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه قوما يعلون منبره كما قال الطبري، نعم عن سهل بن سعد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني فلان، أي مروان، بني أمية، بني فلان، بني مروان، ينزون، أي مروان بن الحكم، بني مروان ينزون على منبره نزو القردة، فساء ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. لاحظ رؤيا، رؤيا الفتنة، شاهدها، صدقها، صدق الله رسوله الرؤيا في هؤلاء القردة، لاحظ ترتب عليها الأثر، يقول فما استجمع ضاحكا حتى مات، سلام الله عليك يا رسول الله، يقول وأنزل الله عز وجل في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس. إذن هذا الكلام عن الرؤيا، وكلام آخر عن الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة كما ورد عن ابن عباس قال هذه الشجرة بنو أمية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الحكم، الحكم هو أبو مروان، هذا الحكم كان يراقب، كان ينظر من الشقوق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على عائلة النبي، على عرض النبي، لا يوجد من ينتفض لشرف النبي، لعرض النبي، بل أكثر من هذا يقدسون الحكم، ما آل الحكم، يقدسون آل مروان، يقدسون مروان وآل مروان، ويجعلون مروان وآل مروان من الأئمة، من الخلفاء، من أولي الأمر، هؤلاء الذين لعنوا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لمروان لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنة الله. وذكرنا في أمر سابع إشارة في أنه يوجد رؤيا ويوجد شجرة ملعونة، وذكرنا أيضا في نفس الأمر رواية عن فخر الدين الرازي يروي عن ابن عباس قال الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، يعني الحكم بن أبي العاص، قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره أو يتداولون منبره، فقص رؤياه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد خلى في بيته معهما، فلما تفرقوا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتد ذلك عليه واتهم عمر في إفشاء سره، ثم ظهر أن الحكم كان يستمع إليهم فنفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفت، إذن ماذا عندي؟ عندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندي الصحابة أبو بكر وعمر، وعندي الحكم وآل الحكم آل مروان، عندي الحكم ومروان وآل مروان، عندي بنو أمية. إذن لاحظ عندي خط الصحابة الذين خصهم النبي هنا، أسرهم النبي، أسر لهم الأمر، قص لهم رؤياه وقد خلا بهم في بيته،
يقول فقص رؤياه على أبي بكر وعمر وقد خلا في بيته معهما. إذن هذا الذي نريد أن نشير إليه، دائما يوجد خط صحابة غير خط المروانيين، غير خط الأمويين، غير خط التكفير والداعشية والمارقة والنواصب، هذا خط وهذا خط، علينا ويجب أن نلتفت إلى هذا الأمر. وأيضا قلنا في نفس الأمر، قلنا كلمة الرؤيا، كلمة الرؤيا تأتي برؤيا ألف ممدودة وتأتي برؤية، هذه التاء مربوطة، فإذا أريد الرؤيا في المنام يقال رؤيا بالألف الممدودة، وإذا يراد رؤيا العين في اليقظة يقال رؤية، وأيضا التفكير الذهني ما يرى في الذهن، ما يسجل في الذهن، ما يستنتج في الذهن أيضا يقال عنه رؤية بالتاء المربوطة. إذن الرؤية بالتاء تعني ما تراه بعينك أو بذهنك، والرؤيا بالألف تعني تلك الأحلام التي تأتيك في منامك. إذن وصلنا إلى أمر ثامن، والكلام في أسطورة 11 الرؤيا الفتنة والشجرة الملعونة. أمر ثامن، ألف وباء وجيم. ألف، منهج التيمية في فهم النصوص مبني على عدم التأويل وعلى تكفير أهل التأويل مهما كان سبب التأويل، فكفروا المعتزلة والأشاعرة والشيعة وباقي المسلمين. نحن يعني نكرر على قضية التكفير، لأن الدماء الآن تسفك بهذا العنوان، تحت هذا العنوان، تحت عنوان التكفير، عندما نكثر الكلام عن الشيخ تيمية التيمية والتيمية، عن ابن تيمية، لأن أصول التكفير عندهم الآن، ارجعوا إليهم، ارجعوا إلى أدبيات الدواعش وقوى التكفير، كل قوى التكفير، ما هي أدبيات قوى التكفير؟ ما هي ثقافة قوى التكفير؟ ما هي أصول ومنابع قوى التكفير؟ ارجعوا إليهم، لا تجد، من النادر أن تجد يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يأتي بآية قرآنية، أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بفعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو برواية عن الصحابة، أو بفعل عن الصحابة. تزهو أدبيات الدواعش وقوى التكفير بكلام وبمقولات وبمقتبسات ابن تيمية وخط ابن تيمية التكفيري، من أئمة ابن تيمية من سبقه ومن أتى بعده، من الحكام ومن ينسب إلى العلم والعلماء. هذا هو السبب الذي ألزمنا بالحديث والتأكيد والتكرار وإبراز العبارات. نريد أن نخفف من هذا السفك للدماء ومن هذا التكفير الوحشي القاتل. أقول أليف منهج التيمية في فهم النصوص مبني على عدم التأويل وعلى تكفير أهل التأويل مهما كان سبب التأويل، فكفر المعتزلة والأشاعرة والشيعة وباقي المسلمين وأهل القبلة، فلم يقبلوا منهم أي تأويل. فلماذا إذن يدلسون في رؤية الشاب الأمرد فيقولون أنها رؤيا منام، علما أن تيمية قد صحح رواية الرؤية غير المقيدة بالنوم، بل أنه صرح أن الرواية تقتضي أن الرؤية واقعية خارجية وليست رؤية عين، حيث قال فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في صورة الشاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. كلام صريح، التفت جيدا بغض النظر عما سبقه من كلام، يريد أن يحتج على فلان، أو يريد أن يناقش فلانا، أو يريد أن يرد على فلان، هذا شيء، لكن الآن ما هو الرد؟ أتى بهذه الحقيقة، أتى بهذه المقدمة، أتى بهذه الخصوصية، أتى بهذه العبارة، أتى بهذا الدليل، أتى بهذا البرهان. ما هو هذا البرهان؟ يقول فيقتضي أنها رؤية عين. الآن فقط أنا أريد فقط أن أتحدث في هذه الجزئية، يقول فيقتضي أنها رؤية عين،
ما هو الاقتضاء؟ ماذا سبق الاقتضاء؟ والاقتضاء يرجع إلى أي شيء ليس لنا علاقة بهذا. لكن الآن يقول فيقتضي أنها رؤية عين. الآن يقول هي رؤية عين، ما هو دليل على هذا؟ ما هو مثال هذا الشيء؟ يقول ما هو مثال هذا؟ ما هو الدليل على أنها تدل على رؤية عين؟ ما هو دليل على أنها تقتضي أنها رؤية عين؟ هذا الاقتضاء من أين تحصل هذا الاقتضاء؟ يقول هذه تقتضي أنها رؤية عين كما في رواية ابن عباس. لاحظ، كما أن الحديث الذي رواه ابن عباس يقتضي رؤية العين، فهذا أيضا يقتضي رؤية العين. لاحظ، التفت جيدا، جعل رواية الشاب الأمرد تدل على رؤية العين كأساس وكأصل يحتج به على الآخرين. التفت جيدا إلى هذه النكتة. ابن تيمية هنا يعتقد، يجزم كما أخبرتكم سابقا، يجزم بأن الرؤيا رؤيا بصرية، الرؤيا بالعين الجارحة، بالعين التي في الرأس. وهذا الجزم وهذا الاعتقاد وهذا اليقين عند ابن تيمية هو الذي جعله يأتي بهذه الرواية وبرؤية العين الثابتة في هذه الرواية فيحتج بها في المقام، فيقول فيقتضي أنها رؤية عين، أي الكلام السابق يقتضي أنها رؤية عين، الرؤية السابقة التي في محل الحديث والنقاش والأخذ والرد والعطاء والتعليق والحوار والمناظرة والمجادلة، هذه الرؤية التي في مقام الحديث والحوار والمناظرة والمجادلة، يقول فيقتضي أنها رؤية عين كما في هناك، يقول كما في الحديث الصحيح أيضا الرؤية في الحديث الصحيح تقتضي رؤية عين. واضح المسألة؟ يرجى الالتفات إلى هذا حتى يدفع ما يقوله عباد ابن تيمية في المقام. يقول ليس في مقام تقييم هذه الرواية والحديث عن معنى الرؤية في هذه الرواية، وإنما هو في مقام الاحتجاج على الآخرين. لا، هو أخذ هذه من المعلومات القبلية المسلمة، اعتبر هذا من الأساسات من الأصول الذي اعتمد عليه في النقاش وفي الرد على الآخرين. إذن ابن تيمية ما هو عنده؟ ما هو الأصل الذي عنده؟ عنده أصل يعتمد عليه في النقاش. ما هو الأصل؟ أن رؤيا الشاب الأمرد، رأيت ربي في صورة شاب أمرد، يقول هذه رؤيا، رؤيا بصرية، رؤيا عين، رؤيا عين التي في الرأس. يقول فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، كما في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. هذا أليف، من يملك ذرة من العقل المفروض عندما تنكشف له هذه الحقائق يترك هذه الخزعبلات وهذا الخط التكفيري المارق. باء، لعشوائيته وعدم فهمه لأصول المطالب وفقدانه لوحدة الموضوع نجده عادة ما يخالف ويناقض نفسه، ففي مقامنا مثلا نجده في موضع آخر يحتاج في مغالطاته أن يدعي أن الرؤية في المنام، فإنه وبدون تردد يقلب المعنى والمبنى 180 درجة فيخالف ويناقض ما قاله بدون تردد، لأنه مطمئن أن ما يقوم به يجري ويسري بكل سهولة على الأغبياء الجهال، وهؤلاء هم هدفه وغايته دون ذوي العقول والأنوار والإيمان والاهتداء والتقوى. جيم، محاولة فاشلة في التدليس بزعم أن الإمام أحمد يرجع الروايتين إلى أصل واحد، أشرنا لهذا والآن يعني نعيد ونضيف إليه بعض البيان. محاولة فاشلة في التدليس بزعم أن الإمام أحمد يرجع الروايتين إلى أصل واحد، والبطلان واضح فيما يدعيه، فالإمام أحمد يضعف رواية أو روايات رؤيا المنام في مقام تصحيحه رواية أو روايات الرؤية دون قيد النوم أو المنام. إذن الإمام أحمد
يضعف روايات رؤيا، رؤيا بالألف، رؤيا المنام، ويصحح رواية الرؤية بالتاء المربوطة الرؤية، يصحح رواية الرؤية التي قال عنها ابن تيمية قبل قليل ذكرنا، قال عنها إنها تقتضي رؤية عين، رؤية بصر، رؤية العين التي في الرأس. وهذا يعني يقينا أنه حتى مع التنزل مع ما يزعمه تيمية من أن ابن حنبل يرجع الروايتين إلى أصل واحد ورواية واحدة، فإنه بلحاظ الروايات سيحكم بالتأكيد بأن قيد النوم زائد وغير ثابت أصلا، لأنه جاء في الرواية الضعيفة التي يضعفها. لاحظ قيد النوم أين أتى؟ أتى في رواية أم الطفيل التي ضعفها أحمد، فإذا أراد أحمد أن يرجع رواية إلى أصل واحد هل يأخذ بالزيادة الموجودة في الرواية الضعيفة؟ فإذا فعل هذا أحمد فهذا إشكال على الإمام أحمد. أما إذا عنده سبب آخر للقول بهذه الزيادة أو للقول بأن الرؤيا في رواية ابن عباس هي رؤيا نوم، هذا بحث آخر، لكن نحن مع هذا المطلب، مع هذا الكلام، مع هذا السياق العلمي، رواية صحيحة رواية ضعيفة، رواية ضعيفة فيها زيادة، هل إرجاع روايتين إلى أصل واحد يعني أننا نضيف الزيادة من الرواية الضعيفة إلى الرواية الصحيحة؟ أي عقل عندكم؟ أقول هذا يعني يقين أنه حتى مع التنزل مع ما يزعمه تيمية من أن ابن حنبل يرجع روايتين إلى أصل واحد ورواية واحدة، فإنه بلحاظ الروايات سيحكم بالتأكيد بأن قيد النوم زائد وغير ثابت أصلا، لأنه جاء في الرواية الضعيفة التي يضعفها، فإنه قلنا أي الإمام أحمد، فإنه بلحاظ الروايات سيحكم بالتأكيد بأن قيد النوم زائد وغير ثابت أصلا، لأنه جاء في الرواية الضعيفة التي يضعفها. فإلى أين تفر يا تيمية من المطر؟ فإلى أين تفر يا تيمية من المطر إلى الميزاب؟ ونذكركم برأي ابن حنبل بالروايتين وتصحيحه رواية ابن عباس الظاهرة في رؤية اليقظة، وتضعيفه لرواية أم الطفيل المقيدة بحال النوم، حيث قلنا أسطورة ثانية تجسيم وتقليد وجهل وتشويش في مؤسسة الدرة الرسمية، قال رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. هذا الحديث ورد في من طريقين وبألفاظ مختلفة، الطريق الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ومن ألفاظه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه لا يوجد نوم. لاحظ كل روايات ابن عباس التي ذكرها في مؤسسة الدرر ليس فيها نوم، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة كذا. المورد الثاني رأيت ربي، لاحظ هذا لا يوجد أصلا فيه عنوان صورة، يقول رأيت ربي جعدا. المورد الثالث رأيت ربي في صورة شاب إلى آخر مطلب. يقول وهذا الحديث من هذا الطريق الأول صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد يصحح رواية ابن عباس التي فيها رؤية، رؤية يعني فيه رؤية، رؤية نظر، رؤية بصر، رؤية عين. إذن يقول منهم الإمام أحمد في المنتخب من العلل الخلال وإبطال التأويلات لأبي يعلى، وأيضا يقول ومنهم ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. والطريق الآخر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله عنهما مرفوعا، ومن ألفاظه يقول رأيت ربي في المنام في صورة شاب، يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب. هذا أيضا الثاني يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب. والثالث المثالث أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب. وهذا الحديث من الطريق الثاني ضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد كما في منتخب من العلل الخلال لابن قدامة. هذا انتهينا من جيم. دال، لازلنا في الأمر الثامن. دال، وقد ادعى تيمية أن الإمام أحمد يدعي أن أصل الحديثين واحد،
حيث قال الشيخ ابن تيمية في نفس المصدر يقول: وكلها يعني روايات الحديث وكلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة، إلا حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قد جعل أحمد أصلهما أي حديث ابن عباس وابن الطفيل واحدا، وكذلك قال العلماء. وقال وها أقول: ومن اضطراباته فإننا في مقام آخر نجده يزعم أن ابن حنبل صرح أن الحديث الصحيح فيه أن الرؤيا كانت في المنام، وهذا يدل على أن الظاهر والمنسبق للذهن رؤيا اليقظة. لاحظ في مقام آخر ماذا قال؟ قال أن ابن حنبل صرح أن الحديث الصحيح فيه الرؤيا كانت في المنام، يقول صرح، هذا غير أرجع الحديثين إلى حديث واحد إلى أصل واحد، يقول صرح أن الحديث في الرؤيا كانت في المنام. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الظاهر والمنسبق للذهن هو رؤيا النوم أو رؤيا اليقظة. لو كان رؤيا النوم لما احتاج أن يصرح، إذن الأصل المنسبق الظاهر هو رؤيا اليقظة، ولذلك يقول صرح أنها رؤيا نوم. يقول أقول: ومن اضطراباتي فإننا في مقام آخر نجده يزعم أن ابن حنبل صرح أن الحديث الصحيح فيه أن الرؤيا كانت في المنام، وهذا يدل على أن الظاهر والمنسبق للذهن أقول وهذا يدل على أن الظاهر والمنسبق للذهن رؤية اليقظة، ولهذا احتاج واضطر إلى التصريح بأنها رؤيا نوم. قال في تلبيس الجهمية جزء سابع في صفحة 194 يقول: وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام. لاحظ أنا ذكرت سابقا لماذا ينسب هذا إلى أحمد، هو الآن احتاج إلى أن يكون هذا الحديث، لاحظ هذا هذه النطنطة ينط هنا وينط هناك، الآن في هذا المقام في بيان تلبيس الجهمية ماذا احتاج؟ احتاج إلى أن يكون هذا الحديث حتى يحتج على الآخرين، احتاج إلى أن يكون هذا الحديث والرؤيا في هذا الحديث رؤيا منام. فماذا أتى بكلام أحمد واستشهد بكلام أحمد وزعم بأن أحمد يقول و ادعى أن أحمد يقول كذا وكذا. التفتوا جيدا، هناك عندما أتينا بمثال آخر في مورد آخر هناك احتاج إلى أن الرؤيا تقتضي رؤيا العين، رؤيا البصر، رؤيا العين التي في الرأس، فذكرها من المسلمات من القواعد والأصول المسلمة فأتى بالحديث وذكره على أنه يقتضي رؤيا العين، رؤيا البصر. الأسطورة 12، أسطورة 12 الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود، الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود. ربما بعض الكلام يأتي على نحو أو بصيغة عفوا يأتي بصيغة توحي للمقابل أنها فكاهة أو مزحة، لكنها ليست كذلك. نحن ما نقوله الآن بالرغم من بساطته فهو يرجع إلى برهان تام، إلى برهان فلسفي، إلى برهان عقدي، إلى برهان كلامي تام، حجة تامة دامغة. لكن ما ليس عندنا إلا أن نتحدث بهذه الأمور البسيطة وبهذه النقوض البسيطة الواضحة على منهج التكفير الداعشي التيمي، حتى لا نجعل الشبهات والفتن في أذهان البعض ويؤدي إلى الانحراف أو يؤدي على أقل تقدير عدم الفهم. إذن أقول أسطورة 12 الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود. قالوا رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ، رجليه في خضرة قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، شاب موقر في خضر، عليه نعلان من ذهب،
وعلى وجهه فراش من ذهب شاب موفر في خضر على فراش من ذهب وفي رجليه نعلان من ذهب شاب ذي وفرة قدماه في الخضرة إلى آخره. الكلام في خطوات. خطوة أولى، أقول لم يتطرق أي واحد من التيمية، التفت جيدا، لم يتطرق، قلت هنا هذا برهان تام، حجة تامة دامغة، حجة فلسفية، حجة كلامية، حجة منطقية على التيمية وعلى غير التيمية. أقول الكلام في خطوات، لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب بالأمرد الوفرة الجعد القطط. ارجعوا إلى كل الكتب، أنا لم أستقرأ الجميع لكن استقرأت الكثير، لا يوجد أي تأويل لهذا الحديث، لا يوجد أي تأويل لهذه الرؤية. إذن أقول الخطوة الأولى، لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب الأمرد الوفرة جعد القطط، فهل عجزوا عن التأويل؟ التفت، سؤال مهم، سؤال في الصميم، فهل عجزوا عن التأويل أو أنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع لا يحتاج إلى التأويل؟ طبعا الثاني، بعد أن قرأنا قبل قليل ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول هذه رؤية واقعية، هذه رؤية عين، تقتضي رؤية عين، إذن هو مطابق ومماثل، فهل يحتاج إلى التأويل؟ الرؤية المطابقة تحتاج إلى التأويل، لا تحتاج إلى التأويل. إذن أقول لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط، فهل عجزوا عن التأويل أو أنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع لا يحتاج إلى التأويل؟ أقسم بأن ابن تيمية يقول بأنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع ولا يحتاج إلى التأويل كما ذكرنا قبل قليل، الشاهد على هذا. الخطوة الثانية، إذا كان يحتاج إلى تأويل فليجتمع مفسرو الرؤى والأحلام من الإنس والجن من التيمية، من الإنس التيمي والجن التيمي، ليجتمعوا جميعا ومن غير التيمية، وليفسروا ويؤولوا لنا رؤية الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. ننتظر الاجتماع وننتظر ماذا سيؤول هذا الحديث وهذه الرؤية في الحديث. الخطوة الثالثة، أقول فما هو تأويل الشاب؟ الآن سأعطيهم، الآن حتى يعني ما قبل الاجتماع سأعطيهم خريطة العمل، الأسئلة وأسهل عليهم الأمر وعليهم أن يأتوا بالإجابات بعد الاجتماع، اجتماع الإنس والجن التيمي. أقول فما هو تأويل الشاب؟ وما هو تأويل الأمرد؟ وما هو معنى وتأويل الوفرة؟ له وفرة. وإلى ماذا يؤول الجعد؟ وما هو تفسير القطط؟ فليذكروا لنا تأويل وتفسير ومعنى وتطبيق ومصداق كل مفردة من مفردات الرؤيا. خطوة رابعة، ليبينوا لنا ما هو تأويلهم للروضة الخضراء التي كان يتنزه فيها رب التيمية الأمرد، وما تفسيرهم وتأويلهم للحلة الخضراء التي كان الرب يتحلى بها. هل باستطاعتهم أن يخبرونا تأويل الستر اللؤلؤ الذي كان يستتر به الرب؟ هذه خطوة خامسة، هل باستطاعتهم أن يخبرونا تأويل الستر اللؤلؤ التي كان يستتر بها الرب؟ ومن أي شيء يستتر؟ هل باستطاعتهم أن يخبرونا تأويل الستر اللؤلؤ التي كان يستتر بها الرب؟ وما تأويلهم وتفسيرهم لقدمي أو رجلي الرب وهما في خضرة؟ هذه خطوة سادسة، وما تأويلهم وتفسيرهم لقدمي أو رجلي الرب وهما في خضرة؟ خطوة سابعة، واستفهامات تأويلية أخرى حسب رواية أم الطفيل، فما هو تأويل مجتمع الإنس والجن التيمي للرب وعليه نعلان من ذهب أو في رجليه نعلان من ذهب؟ الخطوة الثامنة، توجهوا لهم بتلك الاستفهامات واحصلوا منهم على الأجوبة والتأويلات والتفسيرات الأسطورية الخزعبلاتية. خطوة تاسعة،
واسألوهم أيضا عن تأويل كون ربهم على وجهه فراش من ذهب، وهل كان يغطي وجهه من حر أو برد أو شمس أو ريح أو غيرها، أو كان الله التيمي محتشما محجبا لا يجوز له كشف وجهه أمام الأجانب. وعلى هذا فلماذا فقط حرم عليه كشف الوجه فقط ولم يحرم عليه كشف الشعر الوفرة الجعد القطاط؟ وإذا كان محجبا ومغطى الوجه فكيف عرف النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونبي التيمية لعنه الله، فكيف عرف نبي التيمية، ومع الرواية نقول كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شاب أمرد إذا كان مغطى الوجه؟ كيف عرف أنه شاب أمرد؟ الخطوة العاشرة، هل تلك الاستفهامات وواقعيتها وما يترتب عليها من تهافت وتناقضات تفرض عليهم دفع بعض تهافتهم وتناقضاتهم بالقول أن الروايات متعددة بعدد مرات الرؤى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قد رأى ربه مرات ومرات، وكل مرة يكون الرب هيئة خاصة وبملابس خاصة وبوضعية خاصة وفي روضة خاصة وفي نزهة خاصة؟ الخطوة الحادية عشرة، استفهامات كثيرة جدا جدا ولتنوير أفكار المؤمنين وسعق إبليس الحشوية المشبهة المجسمة الضالين، أضيف بعض الاستفهامات نريد أجوبتها مع تأويل وتفسير كل جواب منها. خطوة ثانية عشرة، فهل الله التيمي شاب أو ليس بشاب؟ وهل هو أمرد أو ليس بأمرد؟ وخطوة ثالثة عشرة، هل لرب التيمية رأس أو هو بدون رأس؟ وإلههم أبو رأس، أبو رأس، وإلههم أبو رأس، هذا أبو رأس، إلههم، إلههم أبو رأس، هل هو أصلع أو ليس بأصلع؟ خطوة 14، رابعة عشرة، خطوة 14، وإذا لم يكن أصلع فهل شعره وفرة أو ليس بوفرة؟ خطوة 15، وهل شعره جعد متقبض ملتوي أو أن شعره أملس مسرح مرسل مسترسل مسترسل صبط صبط مصبط شعره مسرحة كما يقال، أو أنه لا هذا ولا ذاك؟ خطوة سادسة عشرة، خطوة 16، وهل شعره قطط قصير أو أن شعره طويل أو لا هذا ولا ذاك؟ خطوة 17، وهل كان يلبس العمامة أو القلوسوة أو شيء آخر يغطي به رأسه، أو أن رأسه كان حاسرا مكشوفا بدون غطاء، أو أنه لا هذا ولا ذاك؟ فهو لا بغطاء ولا بلا غطاء. خطوة 18، وهل يخبرنا جماعة التوحيد التيمي الأسطوري عن سبب وجود الإله الشاب الأمرد في الروضة الخضراء وماذا كان يفعل؟ وهل كان أكبر من الروضة أو هي أكبر منه؟ وهل كان قائما أو جالسا أو مستلقيا في الروضة؟ خطوة 19، قالوا شاب في روضة، في روضة خضراء، رجليه في خضرة، قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، طبعا يوجد نقاط فلذلك تأتي رجليه وليس رجلاه، يعني مقتبسات من نفس الروايات، شاب في روضة خضراء، رجليه في خضرة، قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، موقر في خضر، موفر في خضر، قدماه في الخضرة. أقول ما هو سر اللون الأخضر وما هي حقيقته وما تأويلاته؟ وسؤال بريء، سؤال بريء للاحتجاج،
حجة تامة دامغة. سؤال بريء، فهل الأخضر يدل على أنه مشجع رياضي محترف؟ ولكن لماذا لا يخبروننا هل أنه يشجع الفريق العراقي أو الفريق السعودي فكلاهما يرتدي الأخضر؟ الخطوة 20، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم يصلي على محمد وآل محمد. الخطوة 20، في ختام هذه الأسطورة أقول أليف وباء وجيم ودال، إن كان جوابهم بالتأويل فقد ناقضوا أنفسهم وخالفوا منهجهم من عدم التأويل. لاحظ الآن عندنا أسئلة وعندنا استفهامات، وعندنا أسئلة واستفهامات عن معاني، وأسئلة واستفهامات عن تأويل رؤية. فهنا الكلام عن التأويل للمعاني. أقول إن كان جوابهم، يعني يقول يقصد بروضة خضراء كذا، ويقصد بأن قدمي في خضرة كذا وحلة خضراء كذا وموفر أو موقر كذا والشاب معناه كذا، كتفسير كمعنى استخدم التأويل والمجازات. أقول إن كان جوابهم بالتأويل للمعاني، لاحظ ليس التأويل للرؤية، إن كان جوابهم بالتأويل للمعاني فقد ناقضوا أنفسهم وخالفوا منهجهم من عدم التأويل، وعليهم التسليم بصحة وحلية منهج المعتزلة والأشاعرة والشيعة في التأويل في موارد التشبيه والتجسيم، أعاذنا الله من المشبه المجسمة. المعتزلة، الأشاعرة، الشيعة يلتجئون إلى التأويل متى؟ في الموارد التي فيها تشبيه وتجسيم، يقولون هنا لا يراد به المعنى الصريح، لا يراد به المعنى المنسبق، لا يراد به المعنى الحقيقي، وإنما يؤول، يراد به المعنى الآخر، يراد به المعنى المجازي، يراد به المعنى الثاني بالقرب، المعنى الثاني الذي ينسبق إليه الذهن، وهكذا. هذا أليف. باء، وإن كان جوابهم بالإيجاب ولو على سؤال واحد من تلك الأسئلة، عنده رأس، عنده شعر، عنده قدم، عنده وجه، وإن كان جوابهم بالإيجاب ولو على سؤال واحد من تلك الأسئلة فقد شبهوا وصاروا مشبهة، وتعالى الله عما يقول المشبهة الضالين. جيم، وإن كان جوابهم بالإيجاب على كل الأسئلة فقد ثبت أنهم مشبهة مجسمة وأرباب التشبيه والتجسيم، ومنبعه وأصله، يعني بين قوسين تجسيم أصلي يعرفه أهل العراق، يعني تجسيم أصلي خط ونخلة وفسفارة. دال، وإذا كان جوابهم بالسلب على كل الأسئلة فنفوا عن الله كل ما رأوه في المنام، فهنا الطامة الكبرى، فإنهم لم يروا الله في المنام بل رأوا الشيطان. دال، قلت دال، وإذا كان جوابهم بالسلب على كل الأسئلة فنفوا عن الله كل ما رأوه في المنام، فهنا الطامة الكبرى، فإنهم لم يروا الله في المنام، فإنهم لم يروا الله في المنام بل رأوا الشيطان بصورة شاب أمرد وفرة جعد قطط. والمصيبة الكبرى أنهم يزعمون أنهم موحدون وأهل توحيد ويقتلون الناس بدم بارد وبوحشية منقطعة النظير. نعم إنهم أهل توحيد الشيطان، إنهم يوحدون الشيطان، يوحدون الإرهاب، يوحدون الجريمة، يوحدون سفك الدماء، إنهم أهل توحيد الشيطان والإرهاب والإجرام. فالرواية الساقطة باطلة جزما مهما كان رواتها، فلا قدسية لأحد أبدا ولا لكتاب غير القرآن أبدا، مع التشبيه والتجسيم لا قدسية لأي كتاب ما عدا القرآن، مع التشبيه والتجسيم وتنزيل الشيطان منزلة الله سبحان الله وتعالى عما يقول الحشوية الدواعش التيمية المفسدون. أسطورة
13 أسطورة 13 أسطورة 13 يوسف رأى الكواكب لا غير. فافهم يا تيمية يوسف رأى الكواكب لا غير فافهم يا تيمية. هنا خطوات أقول. خطوة أولى: بكل بساطة وبأوضح الوضوح اسألوا أي طفل أو عجوز منكم أو من البادية أو أعراب البادية أو من الأعاجم من مشارق الأرض ومغاربها تحدثوا له بلغته بلهجته، اسألوه عن معنى قول شخص رأيت كواكب، فهل رأى الكواكب أو رأى غير الكواكب؟ سؤال بديهي وتعجبون من طرحه، لكن لا عجب مع ضحالة واندثارية فكر التيمية وشيخهم، بحيث نضطر إلى هذا الأسلوب من البيان والبرهان. فنرجع للسؤال: فهل رأى الكواكب أو أنه لم يرى الكواكب، بل رأى إخوته أو أصدقائه أو أعدائه؟ هذا الذي يقول رأيت كواكب، هل رأى الكواكب أو رأى إخوته أو أصدقائه أو أعدائه أو رأى أشجارا أو أحجارا أو أبقارا أو كلابا أو فئرانا أو رأى دراجات هوائية أو سيارات صالون أو رأى قطارات أو طائرات أو عربات أطفال؟ إنه رأى كواكب. وانت يا بشر يا ناس يا من يملك العقل، ماذا رأى؟ رأى كواكب. والآن سؤال آخر، لازلنا في الخطوة الأولى، والآن سؤال آخر عن معنى قول شخص رأيت ربي، فهل رأى ربه أو رأى غير ربه؟ فهل رأى أخاه أو صديقه أو عدوه أو رأى شجرة أو حجرا أو رأى بقرة أو كلبا أو فأرا أو رأى دراجة هوائية أو سيارة صالون أو قطارا أو عربة أطفال؟ إنه رأى ربه يا بشر، يا بشر إنه رأى ربه، وذاك رأى كواكب، وهذا رأى ربه. خطوة ثانية، خطوة ثانية، سؤال آخر عن قول يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا، فهل يوجد أحد عاقل إنسان يقول إنه لم يرى الكواكب ويقول إنه قد رأى إخوته ووالديه، أو إنه قد رأى صور إخوته ووالديه، أو إنه رأى 11 شجرة وشجرتين، أو أنه قد رأى صور تلك الأشجار، أو أنه رأى 11 شابا صينيا وأمهم وأباهم، أو أنه رأى صور أولئك الصينيين، أو رأى. الجواب واضح وجلي وسهل وبسيط وبديهي، أنه لم يرى كل أولئك، بل أنه قد رأى الكواكب والشمس والقمر لا غير. إذن قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا، هل رأى الكواكب أو لم يرى الكواكب؟ إنه رأى الكواكب. إذن الجواب واضح وجلي وبسيط وسهل وبديهي، إنه لم يرى كل أولئك، بل إنه قد رأى الكواكب والشمس والقمر لا غير. خطوة ثالثة، سؤال آخر عن زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ربي، فهل يوجد أحد عاقل إنسان، أي هل يوجد إنسان، هل يوجد عاقل، هل يوجد أحد، فهل يوجد أحد عاقل إنسان يقول إنه لم يرى ربه ويقول إنه قد رأى شجرة أو جبلين أو حجرين أو كرة قدم أو دراجة بخارية أو سريرا خشبيا أو رأى مروحة منضدية أو قطة أو رأى أرنبا أو لاعب كرة قدم أو رأى ممثلا أو أديبا أو طبيبا أو مهندسا أو معلما أو شابا أشقر أو صبية محجبة أو رأى طفلا مريضا أو الجواب واضح وجلي وسهل وبسيط وبديهي،
انه لم ير كل اولئك بل انه قد راى ربه لا غير. خطوه رابعه، سؤال اخر، لو راى احدكم صديقه في المنام، لو راى احدكم صديقه في المنام فكيف عرف انه صديقه؟ كل منكم الان ليتصور، كل واحد يقول رايت صديقي في المنام. الان عندما تجد شيئا في المنام كيف تعرف ان هذا الشيء هو صديقك؟ سؤال غريب. لماذا غريب؟ لان الجواب بديهي جدا، لكن ماذا نفعل مع عقول التيمية المتعجرة؟ نرجع للسؤال، فكيف عرفت انه فعلا صديقك؟ فكيف عرفت انه فعلا صديقك الذي رأيته في المنام؟ طبعا ستقول انه صديقي وانا اعرفه ومتأكد انه هو، كلام سليم. فهل يعقل انك رأيت حجرا اصم او ورقة بيضاء او غرابا اسود ليس فيه علامات فارقة او فأرة لا تتميز عن باقي الفئران؟ هل يعقل انك رأيت هذا وتقول لا صديقي؟ بالتأكيد لا يعقل ذلك، ولا يصح ابدا، ولا يعقل منك ابدا ان تقول انك رأيت صديقك في المنام. نعيد السؤال بصيغة اخرى، على الفرض السابق وقد رأيت احد المذكورات، الحجر او الورقة او الغراب او الفأرة، فهل يصح ويعقل منك ان تقول رأيت صديقي بصورة الحجر الاصم؟ اكيد لا يصح ولا يعقل. لماذا؟ لانك رأيت حجرا اصم ولا يوجد اي شيء في الحجر يشير الى انه صديقك. وهذا الكلام يجري في الغراب والفأرة والورقة وباقي الاشياء. خطوة خامسة، فيا عقول مارقة، يا عقول فارغة، يا دواعش الجهل والإرهاب والتكفير، إذا كان الله تعالى لا يماثل ولا يطابق ولا يشبه الشاب الأمرد بأي جهة، فكيف تدعون أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه رأى ربه؟ فأي تشابه بين الرب والشاب الذي رأى حتى عرف أنه ربه؟ أليس هذا مثل ما ذكرنا سابقا، قلنا من يرى الحجر الأصم ويقول هذا صديقي، هذا ليس بعاقل، هذا ليس ببشر، هذا لا يملك العقل، فكيف تنسبون هذا إلى النبي قبحكم الله؟ هذا ليس نبينا، هذا نبيكم، هذا ليس محمد صلى الله على محمد وآل محمد، هذا رسولكم الشيطان، هذا دجالكم الذي يقول رأيت ربي. فكيف تدعون؟ أقول إذا كان الله تعالى لا يماثل ولا يطابق ولا يشبه الشاب الأمرد بأي جهة، فكيف تدعون أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه رأى ربه؟ فأي تشابه بين الرب والشاب الذي رأى حتى عرف أنه ربه؟ فهل يشبهه في الوجه الأمرد أو الشعر الوفرة الجعد القطط أو في القدمين أو يشبهه في الرجلين أو في غيرهما؟ فهو قد رأى شابا أمرد وفرة جعد قطط، فكيف عرف أن هذا ربه؟ أو كيف عرف أن هذا صورة ربه؟ أقول فهل يشبهه في الوجه الأمرد أو الشعر الوفرة الجعد القطط أو القدمين أو رجلين أو في غيرها؟ فهو قد رأى الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط، فكيف عرف أن هذا ربه أو صورة ربه؟ فهل عنده صورة أصلية طبق الأصل لربه فقارن ما رآه في النوم مع الصورة طبق الأصل فوجدها مطابقة لها، أو على الأقل تطابقها في الوجه أو ملامح الوجه حتى يصح ويعقل منه أن يقول هذا ربي أو هذا ربي بصورة الشاب الأمرد، أو هذا الشاب الأمرد هو ربي بصورة شاب أمرد، أو هذا الشاب الأمرد هو صورة ربي؟ ولتقريب الفكرة
أنك ممكن أن ترى صديقك في المنام بصورة حجر، لكن ليس الحجر الأصم الذي تحدثنا عنه قبل قليل، بل تراه بصورة حجر فيه على الأقل معالم وملامح من وجه صديقك تميزه عن غيره، وكما يفعل رسامو الكاريكاتير الكاريكاتور وغيرهم عندما يرسمون حيوانا أو جمادا فيه معالم شخص ما، فتقول أو فنقول هذا الكلب هو السياسي فلان، أو شاهدت الرئيس فلان بصورة كلب، أو شاهدت صديقي بصورة كلب. وكذا في الحجر والغراب والفأر، أيضا يرسم صورة فأر ويضع ملامح للشخص، الوجه مثلا، ملامح صديق، ملامح سياسي، ملامح حاكم، ملامح زيد أو عمر من الناس، فتقول هذا هذا. إذا يوجد جهد شبه، يوجد تشابه. أقول وكذا في الحجر والغراب والفأر، فأي معالم وملامح مشتركة بين الله وبين الشاب الأمرد، حتى قال الرسول الأمين رأيت ربي بصورة شاب أمرد وفرة جعد قطط، أو يقول رأيت ربي شاب أمرد بدون بصورة. ما هو وجه الشبه حتى يقول هذا؟ إنها مصيبة المصائب ومهزلة المهازل ومهلكة المهالك من حشوية مشبهة مجسمة، ويقتلون الناس باتهامات باطلة، وهم أولى بالعقاب والحد والقصاص. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.